هناخد التليفون معانا دلوقتي. معانا استاذ محمد مصلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري. مساء الخير عليك يا سياده النائب. بخير زي حضرتك، ودايما موفقه ان شاء الله. منورنا في قناه النادي الاهلي، وكمان بالتحديد في كلام في الميديا. وفي البدايه طبعا عايزين نبارك لك على تعيين كابتن حلمي طولان كمدير فني، وكمان تعيين كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكره. بتمنى ان شاء الله ان هم يؤدوا معاك ويقدموا لكم ان شاء الله افضل النتائج في الدوري المصري الممتاز. انا ربنا يكرم، بس الاول انا احب ابارك للنادي الاهلي على الفوز امبارح. اشكرك. ان شاء الله كان حاجه جميله وحاجه موفقه، وفعلا هيستفيد لمصر ما شاء الله عليهم فريق الكابتن محمود الخطيب، وان شاء الله جاي احسن بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله ربنا موفق على طول. ان شاء الله باذن الله. امتى بقى اخذتوا قرار تعيين كابتن حلمي طولان كمدير فني للاتحاد السكندري؟ بص حضرتك، انا من 48 ساعه بالظبط انا اعلن الجهاز خلال 48 ساعه، وانا فعلا اعلنته النهارده. كان بعد الكابتن محمد عمر طبعا، يعني المدير الفني نادي الاتحاد تقدم باستقالته، وانا يعني الكابتن محمد عمر من الناس اللي هي طيب مع نادي الاتحاد، وصحيح نادي الاتحاد موقع صحيح كان صعب جدا عليه نادي الاتحاد الموسم اللي فات، والسنه دي برضه ادينا اداء محترم الى وبالذات بعد ما طلعنا الترجي التونسي، يعني فريق كبير بطل العرب، ولكن الموسم اللي فات، ولكن يعني الحمد لله اللي جاي احسن. كابتن محمد عمر تقدم استقالته بعد ماتش الداخليه، كان لازم احنا واجب علينا ان احنا نفكر في مين اللي جاي. بصراحه كان الموضوع بالنسبه لنا كان صعب، لكن كان في كواليس كتير جدا، ناس كتير جدا اتكلمت في اسماء. يعني احنا الصبح كنا بنتكلم، يعني صحينا الصبح لقينا كلام كله على كابتن خالد جلال. والله ده اللي اتقال امبارح، يعني ده اللي اتقال امبارح ان في كلام مع كابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال طبعا الناس المحترمه، ولكن ما تعرفوش ان هو يعني جاي له تقريبا عقد في السعوديه وحاجه زي كده، وهو كان من ضمن الاختيارات. ولكن طبعا لما تشوفي يعني مدير فني بقيمه الكابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طولان مدير فني قوي ومحترم، وله شخصيه وعنده كاريزما وعنده صرامه في التعامل، وعنده ذكاء في الملعب، وعنده جهد غير عادي في التدريب. يعني الحمد لله، يعني تم النهارده كان في جلسه حوالي الساعه 1 في نص الدور في النادي، وتم التواصل معاه في كل الامور اللي تخصه، من الجهاز الفني ما يخص معاه طبعا مدير فني مدير الكرة قوي جدا الكابتن وليد صلاح الدين، وجاي من النادي الاهلي ومدرسه، يعني مدرسه كده في التعامل الاداري، فان شاء الله يعني هيكون التوليفه كويسه. كمان كابتن وليد كان مدير كرة قبل كده في الاتحاد السكندري، كانت تجربه طبعا جيده جدا. بالظبط كلام حضرتك صح، كان قبل كده ليه يعني سابقه اعمال محترمه عن الاتحاد كمدير للكوره، فهو يعني الحمد لله، يعني لما كلمناه كان في امريكا راجع اول امبارح، والراجل الحمد لله يعني وافق انه يكون متواجد معانا، وانا شايف ان الجهاز الفني الى حد كبير جهاز متعاون، جهاز قوي. اتمنى بقى ان تبقى الكره في الملعب اللي قاعدينه والجهاز الفني، ونعمل حاجه كويسه تفيد نادي الاتحاد وتبعد نادي الاتحاد في يعني من نادي الاتحاد ما لقش، ولكن لسه الدوري بدري، لسه اول سبع مباريات. نادي الاتحاد له مباراه مؤجله ان شاء الله يوم الجمعه مع نادي وادي دجله، اتمنى نادي الاتحاد يعني يفوز بيها، نادي الاتحاد يطلع من اللي هو فيه، وان شاء الله يعني الجاي احسن من هذا النادي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بعيدا بقى عن تعيين النهارده كابتن حلمي طولان كمدير فني، وتعيين كابتن وليد صلاح الدين كمدير للكره، عايز اسال حضرتك رايك ايه في تقنيه الفار وتطبيقها في الدوري المصري الممتاز؟ انا عارف ان معاكي حضرتك استاذ خالد، معاكي صحيح استاذ خالد. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ الله يخليك، ربنا يكرمك يا استاذ، ربنا يكرمك. انا طبعا موضوع تجربه الفار اكيد تقنيه مطلوبه في الوقت الحالي للدوري المصري بالذات، يعني عشان اكون امين اكتر، لا في غلطات كتير جدا من الحكام في الدوري المصري السنه دي، الناس فعلا بتشتكي حتى لو في حكام على مستوى عالي، ولكن في بعض المباريات احنا بالنسبه لنا شخصيا لا، كان في سوء بخت من بعض تقديرات الحكام، واحنا شفنا حتى مباراه النادي الاهلي النادي الانتاج الحربي، شفنا ضربه جزاء واضحه جدا يعني للناس، صحيح. ولو تعادل مليون مره في الفار اكيد قبل ما تتعاد حتى على الفار اكيد الناس هتاخد فيها قرار، ولكن لا، والناس كتير طبعا بعد ما كمان الاتحاد المصري وافق ان يكون في حكام اجانب في المرحله اللي جايه، انا وجهه نظري لو الفار ما اتطبقش في مصر، انا بقول لحضرتك انا هيتعدى الحكام الدوليين اللي هي الاجانب اللي هيحكموا الدوري المصري حتى نهايته، هيتعدوا 60 مباراه. صحيح. شكرا ليك استاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتمنى طبعا كل التوفيق للاتحاد السكندري سيد البلد. نرجع بقى تاني، لكن نطلع لأول فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع استاذ خالد مره تانيه.